أطلقت الحكومة برنامجاً لاستفادة المواطنين المغاربة من دعم مباشر لاقتناء السكن. الدعم يصل إلى 10 ملايين سنتيم أثناء اقتناء سكن ب 30 مليون سنتيم. أما السكن الذي يتراوح ثمنه بين 30 و 70 مليون فإن الدعم يصل إلى 7 ملايين سنتيم. المغربي اللي بيقتني سكن رئيسي بواحد الثمن أقل من 300 ألف درهم عنده الحق في واحد الدعم المباشر ديال 100,000 درهم، أي 10 المليون سنتيم. أي مغربي اللي تيخضع عاوتاني للشروط واللي بغى يقتني سكن ما بين 300,000 درهم أي 30 مليون سنتيم و 700,000 درهم أي 70 مليون سنتيم عنده الحق في واحد الدعم المباشر ديال 7 مليون سنتيم. البرنامج سينفذ ما بين 2024 و 2028 ويستهدف المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وللاستفادة يجب أن يكون صاحب الطلب من جنسية مغربية ولا يملك عقاراً مخصصاً للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني. وبخصوص الإجراءات فيتم إبرام عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق ابتداء من فاتح يناير 2024، ويتضمن عقد البيع النهائي الموقع أمام الموثق التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما يوضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة، وذلك ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام.